أهلا بكم مشاهدينا الكرام في حلقة جديدة من برنامج مبادرون. نطل اليوم عليكم من محافظة الخليل لنطلعكم على تفاصيل مبادرة من حقي أن أسمع، الذي يتم من خلالها زراعة القواقع في الأذن للمرضى الذين يعانون من فقد في حاسة السمع أو ضعف في حاسة السمع، حيث يقوم رجال الأعمال في المجتمع المحلي في محافظة الخليل من جمع التبرعات والقيام بهذه العمليات لمن يصعب عليه القيام بها بسبب ارتفاع تكلفها. للتفاصيل أكثر ابقوا معنا. مازن صغير، اهلا بك معنا. طبعا انت من القائمين على مبادره من حقي ان اسمع، بدنا ما نعرف منك تفاصيل هاي المبادره وكيف بلشت هاي المبادره وشو اهميه هيك وجود مبادره بمحافظه الخليل. في البدايه الدكتور عادل عدوان صاحب الفكره كان موجود في النمسا في شركه ميد ان النمساويه عند اخونا المهندس صهيب البرغوثي المدير الاقليمي للشرق الاوسط. اقترحوا علي انه في عندنا اطفال بحاجة إلى زراعة القواقع، وسوف تتم هذه الزراعة في مستشفى الهلال التخصصي بالخليل. كان الموضوع صعب علي أفهم الموضوع لأنه أنا ما كان عندي خبرة بهذا المجال. الله يجزيهم الخير التنين دكتور عادل أخونا المهندس صهيب، هم اللي أشاروا أنه بشراء قواقع من رجال أعمال، والدكتور عادل هو المتبرع، وكانت هذه بدايات في 2019. واستمرنا لأول طفل بتذكر من عائلة أبو الفيلات من الخليل. بعد ما تممنا هذه القوقعة طلب مني والده أنه تكون كمان لأخوه الثاني اللي أبو لهدول توم، والتنين نفس الموضوع بسمعوش وبتكلموش. وانطلقت هذه المبادرة من الخيرين، وبدينا نسوي يعني بالبداية قوقعة كل أسبوع. زاد الطلب، الناس عرفت شو هذه مبادرة من حقي أسمع. تم التواصل مع مركز الإمارات للسمعيات، حددنا الهدف من مركز الإمارات للسمعيات، لهم كل احترام وتقدير، هم بيستقبلوا الضيف وبيسووا الفحوصات الأولية والتصوير وبيحولوها على الدكتور عادل عدوان. دكتور عادل بأسلوبه وبطريقته بتم الفحص هذا الطفل وبتأكد من كل شيء، بيرفع الملف للنمسا في إنسبورغ لشركة ميد إل. والحمد لله رب العالمين صرنا لغاية اليوم مشتغلين 278 قوقعة وبنجاح. واشتغلنا قوقعة في اسطنبول، وكمان اشتغلنا 120 قوقعة قبل الحرب في غزة لأطفالنا في غزة. وإن شاء الله السلام بعم على الجميع وبتعاود تهدى الأمور وبنرجع نزرع في غزة. وإحنا سعيدين جدا إنه هذه المبادرة ربنا سبحانه وتعالى زرعنا فيها. أنا بدي من خلالكم في تلفزيون فلسطين أشكر مستشفى الهلال التخصصي اللي احتضن هذه المبادرة من البدايات وأعطانا كل المساحات وأعطانا كليات التعاون وخصص لنا جزئية كويسة لهذه المساحة. في عنا كمان مركز للتأهيل، كمان مشكورة شركة ميد إل النمساوية مغطيين التأهيل لهدول الأطفال. بعد ما يطلع من العملية بركب له جهاز بعد شهر اللي هو جهاز الخارجي، الدماغ بسمع لأول مرة ما بعرف شو بسمع، فبلزمه تأهيل. أما الأطفال اللي بيكون عمره 8 أشهر 9 أشهر ما بلزمه تأهيل، هذا بتأهل عند والدته. حاج مازن، هذه المبادرة بدأت بينك وبين الحاج رجل الأعمال عصام التكروري، كيف فيما بعد جمعتوا متبرعين؟ كيف وصلت هاي الصورة وأقنعت الكثير من رجال الأعمال ومن المجتمع المحلي في الخليل من المشاركة في هاي المبادرة؟ في الحقيقة يعني البلد صغيرة والناس بتعرف بعض، والحاج عصام من الناس معروف له اسم وله بصمة، وهذه البصمة هي بالنسبة لها من عمل الخير. الناس حبت إنها تتعاون، وسهل جدا علينا رجال الأعمال بياخذوا الكلام ثقة، فعلى هذه الثقة بتنبنى هذه المبالغ. وإحنا يعني تعودوا الناس بيعرفوا إنه إحنا بنحط من جيبنا
لهذه المشاريع وسعيدين انه احنا نساهم. حاج مازن صغير شكرا لوجودك معنا، يعطيك العافيه. الحاج عصام التكروري، أنت أيضا من القائمين ومؤسسين مبادرة والمشروع الخيري من حقي أن أسمع. دعنا نتحدث عن مراحل تطور هذا المشروع الخيري، كيف بدأتم وما هي رسالتكم وأين وين المستقبل، وين رح توصلوا في هذه المبادرة؟ مبادرة من حقي أن أسمع يعني كانت هي مبادرة فكرة من الدكتور عادل إدوان، طبقناها أنا والحاج مازن الصغير صديقي العزيز، إنه الطفل أصم أبكم نحاول نعالجه على نفقتنا الخاصة لأنه أهله معدمين أو بجوز عليهم مال الزكاة. فمشت الفكرة، مشينا في كمان طفل تاني، أجوا إخوان الحاج مازن اللي هي شركة ريال اللي أنا بعتز فيها وبفتخر فيها، هذول الإخوة 7 ما شاء الله، قالوا احنا مستعدين كمان احنا نساهم بكمان 6-7 قواقع وجيبولنا اطفال. فبلشنا من هذا المنطلق، الناس شافت المبادرة انه في ناس اهل خير وفي ناس معدمين مش قادرين يعالجوا اطفالهم، فبلشوا يلجأوا انه شوفونا ناس متبرعين او شوفونا ناس من زكاة المال تبعتهم اللي احنا نعالج اطفالنا. فمشينا في هذا الموضوع وتطورنا لحد ما وصلنا 278 اليوم، وكان طبعا اخي الحاج مازن هو العنصر الرئيسي في هذه المبادرة مع الناس بحكم علاقاته الاجتماعية، عضو غرفة تجارية، عضو منطقة رجال اعمال، رجل اجتماعي له بصمات خيرية هم وشركتهم ريال الصناعية. طبعا احنا هذه الناس اللي بيجوا بتبرعوا بنصور للطفل، بنقول له حالته الاجتماعية انه هذا الطفل معدم، اهله مش قادرين يسووا فيه ولا شيء ولا يقدروا يعالجوه. على ضوء ذلك بناخذ خصم من النمسا من شركة استيميد، وبناخذ يعني خصومات للقوقعة اللي هذه الأصل القوقعة تكون تسويها الحكومة، بس بصفة أن الحكومة ما هي قادرة هذا الحكي والمجتمع المحلي قدر يسوي، فيعني يخففوا عن الحكومة ما في مشكلة، يعني إحنا والحكومة واحد. فإحنا بنقول للناس الخيرين كل واحد بسمع عن هذه المبادرة بقدر يتوجه لنا نشرح له عنها، نجيب له طفل معدم من أي عائلة. مثلا لو قلنا عائلة النتشي عندهم طفل طفلين ثلاثة، في عائلة النتشي عندهم رجال أعمال يجيبوا من زكاة المال تبعتهم يعملوا أطفالهم، عائلة صغير أو عائلات تانية تتبنى هذه الفكرة لأطفالهم، فالحمل إذا بتوزع بنشان. حاجة عصام، أنتم بدأتم بهذه المبادرة من نقطة الصفر، في البداية كنتوا تدفعوا للعمليات من مالكم الشخصي، ما هي الخطة القادمة أو شو بتطمحوا تضيفوا أكثر على هاي المبادرة؟ لوين بدكم توصلوا هاي المبادرة؟ هقيت احنا لقدام ان شاء الله بنامين مستمرين رغم الحرب ورغم الظروف. كنا احنا نسوي قبل الحرب معدل قوقعة واحدة كل يوم تنين، عملية واحدة يعني بالسنة بنسوي 60 واحدة او 65 واحدة. اليوم احنا حاليا من الحرب وجاي من كتر ما الناس يعني عرفت عن هذه المبادرة بنسوي كل يوم تنين عمليتين. مستقبلنا جاي منقول إن شاء الله منضل عايشين ومضل صحتنا معنا وفلسطين بخير، ونضل مكملين بهالمبادرة ونحاول نطور حالنا، يعني نتجه لقسم البصر. احنا اليوم نشتغل مع الدكتور اسماعيل مسلم، كان طبيب عيون جراح محترم، فبنحاول احنا نشوف ذوي الإعاقة البصرية ونحاول نساعدهم برضو كمان مبادرة تكون من حقي أن أبصر. حاج عصام التكروري، مثل هيك مبادرة احنا بنفتخر بوجودها بمحافظة الخليل وبنتمنى لو تصير بمحافظات أخرى. شكرا لوجودك معنا. أستاذ جهاد الجبريني، أنت اليوم كنت إحدى المتبرعين في عملية زراعة القوقعة، صحيح؟ إحنا يعني فخورين جدا بمدينة الخليل إنهم عم بقوموا بهذه العمليات اللي عمالها بتمنح للمرضى اللي بيعانوا من هذا، يعني بموضوع معاناة بالسمع.
طبعا هذا شيء فخورين فيه، بنحس بمسؤوليتنا الاجتماعيه والانسانيه باتجاه هدول الاشخاص. بنتمنى انه كمان اشخاص اخرين يقدروا مدى معاناة موضوع السمع والقوقعة عند الآخرين. احنا اليوم طبعا عن روح والدنا الحاج صالح الجبريني كان قمنا بالتبرع بهذه القوقعة، لكن فخورين احنا كمان بمصنع الجبريني انه فعلا نقوم بدورنا الاجتماعي باتجاه المجتمع والمواطنين. خلينا لو نحكي عن الدوافع اللي خلتك تقرر انك تتبرع لزراعة قوقعة، ليش لجئت بالذات لانك تتبرع لزراعة قوقعة؟ احنا كفلسطينيين بنحب نشعر انه بجانب اهل بلدنا مسؤولية اول انسانية، مش بس فقط فلسطيني، اجتماعية ودينية باتجاه المواطنين. بنحس حالنا جزء من المجتمع. الناس الغير قادرة على أنها تقوم بالعلاج لوحدها، هذا شيء كتير إنساني ومهم جدا. وطبعا نكون فخورين أنه صارت مؤسساتنا ومستشفياتنا على مستوى وقدرة أنها تقوم بهذه العمليات اللي تقلل عبء على المريض وأهله أنهم يسافروا لبلدان تانية. أنا كما سمعت من الدكتور عادل عدوان كانت هذه العملية يذهبوا للأردن يقوموا فيها. اليوم نكون يعني مبسوطين أنه المواطن الوضع المواطنين الفلسطينيين بظل الظروف اللي منعيشها طبعا صعبة، مش الكل بيقدر يقوم بالعلاج، هذا شيء مهم جدا. وليش قوقعة أو سمع؟ السمع والنظر، ويعني هذه من الأشياء اللي فعلا للبني آدم والإنسان مهم جدا، وبدون الإنسان يعني أكيد راح يكون يعاني بقية حياته. منكون يعني سعيدين إنه نقدر ننقذ ونساعد هذه المواطنين قد ما بنقدر. أستاذ جهاد الجبريني شكرا لوجودك معنا، يعطيك العافية. شكرا. أستاذ جمال مرقة أهلا بك معنا. طبعا أنت اليوم كنت أيضا من إحدى المتبرعين لعملية زراعة قوقعة لطفل في محافظة الخليل. الحمد لله، نعم كنت من الجزء من هالمبادرة، وبفتخر وبحمد ربنا أنه يسر لي أكون موجود في مبادرة من هذا النوع، وأتأمل أنه ربنا يقدرني ويقدر الناس اللي بتقدر على المساعدة في هذا المجال يكونوا جزء من مبادرة من هالنوع. شو دوافعك كانت أنك تشارك بمبادرة لزراعة القواقع؟ يعني بصراحة لما سمعت عن هاي المبادرة من أصدقاء ومقيمين بمدينة الخليل، أنا طبعا مغترب موجود في دبي من سنوات كثيرة، كثير لفت انتباهي المبادرة وكيف تم التنسيق بين رجال أعمال، بين المستشفى، بين دكتور متخصص، إنهم يقدموا خدمة زي هذه للمرضى، وخاصة يعني نعمة السمع اللي هي من أهم النعم اللي ربنا أنعم علينا فيها. ولما يكون طفل فاقد السمع وتخلي أهله يفرحوا فيه ويشوفوه طفل طبيعي، بتصور ما في فرحة وما في شغلة ممكن تعمليها بحياتك أكثر من هيك. فبس سمعت عن المبادرة وسمعت عن الطريقة اللي قاعدة بتتم فيها المبادرة، كان دافع لإلي بسيط إنه على طول أبادر وأكون جزء معهم وأدعمهم. وبالعكس يعني عم بحاول وراح أظل أحاول إنه حتى أدعو كثير أصدقاء لإلي ومن رجال الأعمال اللي بالخليج أو بالإمارات إنهم يبادروا ويكونوا جزء من هالمبادرة، لأنها يعني أقل شيء ممكن يعمله الواحد. ربنا أنعم علينا وناجحين في أعمالنا وأمورنا ميسرة، في ناس محتاجين المساعدة، إذا بتكوني أنت جزء من هالمبادرة بتصور أحسن شيء ممكن الواحد يعمله في حياته. أستاذ جمال مرقة شكرا لوجودك معنا، يعطيك العافية.
دكتور عادل عدوان، أهلا بك معنا. حياك الله، يعطيك العافية. بداية نتحدث عن أهمية هاي المبادرة وأهمية هيك عمليات في محافظة الخليل. مبادرة من حقي أسمع طبعا هي مبادرة لكافة أطفال فلسطين في العادة، بس ممكن نعمل لبعض الأعمار الأخرى زي الكبار، بس في الأساس هي لأطفال فلسطين. المبادرة بلشت في 2019، أوكي، حتى الآن صرنا عاملين 278 عملية زراعة قوقعة، معظمهم أطفال، أوكي. معظم العمليات الحمد لله رب العالمين تمت بنجاح، الأولاد رجعوا يسمعوا ورجعوا يحكوا الحمد لله رب العالمين. شو أهمية هيك عمليات؟ زي ما بتعرفي السمع أهم حاسة في الإنسان، حتى في القرآن وردت اللي أهم حاسة في الإنسان السمع. أي إنسان ما بسمع مش راح يحكي، أوكي. مدام إحنا من خلناه يسمع وحطناه اللي زرعناه للقوقعة، فأكيد راح يسمع إن شاء الله، وبعد ما يسمع إن شاء الله بعد التأهيل بصير يحكي. دكتور، لو نتحدث بشكل بسيط عن تفاصيل هاي العملية وعن مدى صعوبتها والخطورة في هاي العملية. طبعا العملية هاي بتتم عملية دقيقة جدا، بنعملها طبعا على الأذن عن طريق الأذن الوسطى والأذن الداخلية، يتم زرع إلكترودات في الأذن الداخلية. طبعا في عندنا ليش بنحكي لك خطيره، لان احنا قريبين اول شيء من الدماغ، قريبين من الاذن الداخليه، قريبين من عصب السمع، قريبين من عصب الوجه، فهي خطيره بحد ذاتها وعمليه مش صغيره، هي عمليه كبيره هي. دكتور، مدى نجاح هاي العمليه؟ وكمان سؤال مهم، لازم تنعمل ولسه بعمر مبكر يعني، ولا بتزبط لبعد ال 25 سنه، او لازم فتره الطفوله تنعمل؟ الأفضل تنعمل في الطفولة، كل ما كان الطفل أصغر كل ما كان أفضل. لو أنا أجانا طفلين، طفل عمره 3 سنين وطفل عمره سنة، أنا راح أختار الطفل اللي عمره سنة عشان بدي إياه يمشي مع جيله، يمشي مع الجيل تاعه ويصير يحكي مع جيله. بتنعمل لأي سن، حتى عملناها لكبار سن، يعني في إنسان فقد السمع بعد 65 سنة زرعنا له إياه، زرعنا قوقعة والحين بسمع في دانا. وشو أهم التحديات اللي واجهتكم في هاي المبادرة؟ الحمد لله رب العالمين، يعني هي كانت اللي هي من ناحية تموين هذه العمليات، لأن الجهاز غالي، جهاز القوقعة، بس الحمد لله رب العالمين مبادرة من حقي أسمع ورجال أعمال فلسطين، وعلى رأسهم طبعا الحج مازن صغير والحج عصام التكروري، فكان الوضع ماشي عندنا ممتاز حتى الآن. طب دكتور، من وجهة نظرك هاي المبادرة لوين رح تكمل؟ شو مستقبلها؟ ان شاء الله ان شاء الله تضل مستمره، ما بعرف من ما، بس ان شاء الله ديمته في اهل خير في فلسطين راح تضل ماشيه ان شاء الله. دكتور خالد سراحنه، مسؤول قسم التخدير في قسم الانعاش في مستشفى الهلال الاحمر، اهلا بك معنا. طبعا انت اللي بتقوم بالتخدير لكافه الاطفال او الخاضعين لعمليه زراعه القواقع، نتحدث عن ذلك اكثر. طبعا بخصوص زراعه القواقع في مستشفى الهلال الاحمر تخصصي، هي كانت في البداية فكرة، هذه الفكرة من دكتورنا دكتور عادل عدوان، لاقت آذان صاغية من أهل الخير والمتبرعين في مدينة الخليل. هذا المشروع لولا الحاضنة الكبيرة بتوجيهات الهيئة الإدارية لمستشفى الهلال الأحمر التخصصي برئاسة الدكتور طارق الجعبري لما رأت النور. لذا نحن في مستشفى الهلال الأحمر نفتخر ونعتز أننا المميزون في هذا الحقل لزراعة القواقع بالتعاون مع لجنة من حقي أسمع، ونستطيع أن نفتخر أن هذا المستشفى وهذا الصرح العظيم مستشفى الهلال الأحمر التخصصي في محافظة الخليل أنجز ما يقارب 278 زراعة قوقعة لأطفالنا الذين سيصبحون مستقبلا يسمعون ويتكلمون، هذا مفخرة لنا جميعا. الأمر الآخر هو نفتخر بأنه معظم هذه القواقع هي تبرع من أهل الخير من محافظة الخليل، و الإقامة وما تقوم به المستشفى برضو مجانا. هذا عمل كبير جدا لإنقاذ أطفالنا الذين يعانون من قلة السمع. دكتور، لو تحدثنا عن أهم التحديات أو الصعوبات اللي واجهتكم في تنفيذ هذا النوع من المبادرات.
بالتأكيد التحدي الأول هو تحدي الاحتلال، تحدي لأنه هذا المشروع هو للضفة كان ولغزة، ويأتوا أطفال لنا من الشمال، من نابلس، من جنين، من طول كرم ومن الجنوب، ولكن الحواجز والعوائق هذه أحدى المشاكل الأساسية اللي أدت إلى صعوبة وصول بعض المرضى للقيام بإجراء هذه العمليات. الأمر الآخر، يعني التحدي الآخر، هو التحدي المالي، لكن استطعنا أن نتغلب على هذا التحدي بأهل الخير في محافظة الخليل. الأمر الآخر كان في عندنا بعض الصعوبات بالمعدات، لكن برضو من أهل الخير استطعنا أن نتجاوز هذا الأمر، والهيئة الإدارية لمستشفى الهلال الأحمر ذللوا لنا كل الصعاب لإنجاز هذا المشروع. دكتور خالد سرحنا، شكرا لجهودكم وشكرا لتعاونك معنا، يعطيك العافية. مهندس حسين قراقع، في مركز أستمد أنتم جزء مهم جدا لاستكمال عملية زراعة القواقع اللي بتتم بمستشفى الهلال الأحمر، نتحدث عن ذلك. طبعا دورنا في مشروع من حقي أن أسمع بتمثل في البداية أول شيء في توريد وتوفير جميع ما يتعلق أو كل ما يتعلق بعمليات زراعة القوقعة، بداية من الأجهزة والأجهزة الداخلية والأجهزة الخارجية، قطع الغيار والمستهلكات الخاصة بزراعة القوقعة، هذا كبداية. ثم بالنسبة لتجهيز المريض أو اللي هي فحص مطابقة أو موائمة المريض للقوقعة وهل هو قابل لزراعة القوقعة، بتتم هون كمرحلة أولى في مراكزنا. المرحلة الثانية بتكون اللي هي مرحلة زراعة القوقعة من خلال عملية جراحية. طبعا إحنا دورنا هون بتمثل في التأكد من إنه الزرعة تعمل وموضوعة بشكل صحيح في مكانها الصحيح، الإلكترودات الخاصة بالقوقعة موجودة في المكان الصحيح أثناء العملية وقبل الانتهاء منها أو إغلاق الجرح. بعد التأكد من هذه الأمور بشكل تام، بتكون المرحلة الثالثة اللي احنا بنتدخل فيها، واللي هي تعتبر قد تكون الأهم في رحلة زراعة القوقعة، ألا وهي اللي هي إعادة التأهيل للمريض وتعليمه وتدريبه على الأصوات وتعريفه على الأصوات وتعليمه الكلام من الصفر تقريبا. فهذه هي خلينا نحكي السايكل الخاصة بزراعة القوقعة، بداية من التأكد من قابلية المريض لزراعة القوقعة، للتأكد من أن القوقعة تعمل في رأس المريض قبل إغلاق الجرح، والمرحلة الأخيرة تركيب الجهاز الخارجي وبرمجة الجهاز، بالإضافة إلى عملية إعادة التأهيل. وبهذا مشاهدينا نكون قد وصلنا إلى نهاية حلقتنا من برنامج مبادرون، واطلعنا على تفاصيل مبادرة من حقي أن أسمع. نلقاكم في حلقات قادمة، دمتم بخير.